بسم الله الرحمن الرحيم. كل السوق لجمعية الذكاء بمكتب المكتب الوسائطي عن صمت إنفوري على تنظيم هذا اللقاء. هذا اللقاء الذي كان في إيقان وحضرت فيه مجموعة كبيرة من المثقفين ومن المهتمين بتاريخ المدينة وبشخصيتها. وهناك العديد من جاء ليرى أستاذنا محمد أشرف الشريفي الذي يعد بمثابة خزان للنضال الشامل سواء قبل الاستقلال أو بعده. المحطات النضالية التي تطرقت إليها في هذا الكتاب تتعلق انطلاقا من ذاك محمد الخميس، حيث كانت هناك ممانعة وكان هناك احتجاج وكان كفاح مسلح وغير مسلح. هذه المرحلة عرفت تدفق المقاومين من المنطقة السلطانية يعني التي كانت تحت الانتداب الفرنسي إلى منطقة الشمالية حيث الانتداب الإسباني، ومعروف أن الإسبان كانوا قد عبروا عن رفضهم لنف محمد الخميس، إذن فاحتضنوا المقاومين وكان هذ المقاومين موجودون في تطوان بكثرة، واحتضنهم كذلك عبد الخالق طريس وآواهم بمعية مجموعة من المناضلين من بينهم أستاذنا محمد أشرف الذي كان طالبا هناك وكان مشحونا بالوطنية وبالغير على الوطن، وكان يحمل في قلبه شحنة قوية ضد الوجود الاستعماري بشكل عام، فكان هذا يحج في قلبه. فانطلاقا من هذا زادت قوته وزاد احتجاجه وزاد نضاله، حتى بعد الاستقلال انخرط في الدفاع عن صغيرة وعن المظلومين من حيث الصورة، وشغيل المنضوين تحت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، وكان جريئا وكان خطيبا وكان يتحدث. نعم، ما يهمنا من هذه المراحل التاريخيه اللي عايشها يعني هذه الشخصيه ديال محمد الشريفي، يعني بالنسبه لهذا هو يعني من ناحيه الوثائق اللي يمكن تحصلوا عليها يعني هذه المرحله هذه، يعني شي وثائق يعني دفينة أو شي وثائق حتى يعني كيفها؟ أكيد هناك وثائق، ولكن الذي اعتمدت عليه هو حواري معه، كانت يعني رواية شفوية ولكن كانت تعتمد كذلك على شهود عيان، شهود الذين عاصروه مازالوا موجودين، فكنت ألتقي بهم مرارا وعبروا عن شهادتهم تجاه الرجل، فكانت الشهادات وكان ما يقول الأستاذ كانوا منسجمين أكثر ما يكون التزام. نعم، هناك مراحل يعني في هاد التجربه ديال الشخصيه، يعني مراحل كانت مهمه وتحتاج الى اضاءه وتصير اضواء اكثر، بالاخص بالنسبه للمقاومه الجزائريه يعني اللي بدا التدريب ديالها. يعني واش هناك يعني حصلتي على يعني على المرحله هذه بما يكفي من لا؟ هناك اولا الشهاده التي قدم لي الاستاذ وهو كان منخرطا فيها بقوه، وهذا ما قلته. وهناك كذلك الشبكة العنكبوتية التي كنت أبحث فيها وأجد أن ما قال الأستاذ ينسجم مع موجته في الشبكة العنكبوتية، ولكن تقول أنني لم أعتمد على كتب مراجع. في تلك الفترة كانت المكتبات مغلقة لأن يعني كان الوباء على أشده، وكانت المكتبات مغلقة وبقيت مغلقة لأكثر من سنة أو سنتين ربما تقريبا وهي مغلقة، لهذا كنت أعتمد على الشبكة العنكبوتية. نعم، بالنسبه للرسائل يعني التاريخ بغينا نسميها يعني تاريخيه اعاده الاعتبار لهذه المرحله، بالاخص بالنسبه للمقاومه الجزائريه يعني فيما يحف الذاكره والتراث يعني ديال التاريخ يعني ديال المدينه والعلاقات ديالنا. نعم، يعني مثلا منها مثلا متاحف اللي يمكن تحفظ الذاكره والتراث يعني نعم. هناك حكايات ورسائل شفوية يعبر عنها الناس، ولكن الذي هو مكتوب ويتعلق بكون الملك محمد الخامس أيد الثورة الجزائرية بكل قوة وبكل ما لدى المغرب من إمكانيات، وعرفت المدن المغربية إيواء المهاجرين او اللاجئين الجزائريين والمجاهدين. اذا العرائش عرفت هذا الايواء كباقي المدن المغربيه، فنالت حظها وكان لها شرف عظيم بان تأوي مجموعه من المجاهدين ومن الجرحى ومن اللاجئين، وتم احداث مركز للتدريب في بوصافي، منطقه بوصافي كان فيه اللاجئون وكان فيه المجاهدون يتدربون، وقد جاء الى بسم الله الرحمن الرحيم.
كل الشكر لجمعية الذكاء بمكتب المكتب الوسائطي عن صمت إنفوري على تنظيمها لهذا اللقاء. هذا اللقاء الذي كان في إيقان وحضرت فيه مجموعة كبيرة من المثقفين ومن المهتمين بتاريخ المدينة وبشخصيتها. وهناك العديد من جاء ليرى أستاذنا محمد أشرف الشريفي الذي يعد بمثابة خزان للنضال الشامل سواء قبل الاستقلال أو بعده. المحطات النضالية التي تطرقت إليها في هذا الكتاب تتعلق انطلاقا من الملك محمد الخامس، حيث كانت هناك ممانعة وكان هناك احتجاج وكان كفاح مسلح وغير مسلح. هذه المرحلة عرفت تدفق المقاومين من المنطقة السلطانية يعني التي كانت تحت الانتداب الفرنسي إلى منطقة الشمالية حيث الانتداب الإسباني، ومعروف أن الإسبان كانوا قد عبروا عن رفضهم لنف محمد الخامس، إذن فاحتضنوا المقاومين وكان هذ المقاومين موجودون في ليطوان بكثرة واحتضنهم كذلك عبد الخالق طرقيس وآواهم بمعية مجموعة من المناضلين من بينهم أستاذنا محمد أصافي الذي كان طالبا هناك وكان مشحونا بالوطنية وبالغير على الوطن وكان يحمل في قلبه شحنة قوية ضد الوجود الاستعماري بشكل عام، فكان هذا يحز في قلبه. فانطلاقا من هذا زادت قوته وزاد احتجاجه وزاد نضاله حتى بعد الاستقلال انخرط في الدفاع عن صغيرة وعن المظلومين من حيث الصورة وصغيرة المنضوين تحت نقاب الاتحاد المغربي للشغل، فكان جريئا وكان خطيبا وكان يتحدث. نعم، ما يهمنا من هذه المراحل التاريخيه اللي عايشها يعني هذه الشخصيه ديال محمد الشريفي. يعني بالنسبه لهذا هو يعني من ناحيه الوثائق اللي يمكن تحصلوا عليها يعني هذه المرحله هذه يعني شنو شي وثائق يعني دفينة أو شي وثائق حتى يعني كيفها؟ أكيد هناك وثائق، ولكن الذي اعتمدت عليه هو حواري معه كان يعني رواية شفوية. ولكن كانت تعتمد كذلك على شهود عيان، شهود الذين عاصروه مازالوا موجودين، فكنت ألتقي بهم مرارا وعبروا عن شهادتهم تجاه الرجل، فكانت الشهادات وكان ما يقول الأستاذ كانوا منسجمين أكثر ما يكون التزام. نعم، وهناك مراحل يعني في هذه التجربه ديال الشخصيه يعني مراحل كانت مهمه تحتاج الى اضاءه وتصير اضواء اكثر، بالاخص بالنسبه للمقاومه الجزائريه يعني اللي بدا التدريب ديالها. يعني واش هناك يعني حصلتي على يعني على المرحله هذه بما يكفي من لا؟ هناك اولا الشهاده التي قدم لي الاستاذ وهي وكان منخرطا فيها بقوه وهذا ما قلته، وهناك كذلك الشبكه العنكبوتيه التي كنت ابحث فيها واجد ان ما قال الاستاذ ينسجم مع ما وجدته في الشبكه العنكبوتيه، ولكن تقول يعني لم اعتمد على كتب مراجع. في تلك الفتره كانت المكتبات مغلقه لان كان الوباء على اشده وكانت المكتبات مغلقه وبقيت مغلقه لاكثر من سنه او سنتين ربما تقريبا وهي مغلقه، لهذا كنت اعتمد على الشبكه العنكبوتيه. نعم، بالنسبه للرسائل يعني اللي بغينا نسميوها يعني التاريخيه اعاده الاعتبار لهذه المرحله بالاخص بالنسبه للمقاومه الجزائريه يعني فيما يحفظ الذاكره والتراث يعني ديال التاريخي يعني ديال المدينه والعلاقات ديالنا. نعم، يعني مثلا منها مثلا متاحف اللي يمكن تحفظ الذاكره والتراث يعني نعم. هناك حكايات ورسائل شفوية يعبر عنها الناس، ولكن الذي هو مكتوب ويتعلق بكون الملك محمد الخامس أيد ثورة الجزائرية بكل قوة وبكل ما لدى المغرب من إمكانيات، وعرفت المدن المغربية إيواء المهاجرين او إيواء اللاجئين الجزائريين والمجاهدين، اذا العريش عرفت هذا الإيواء كباقي المدن المغربيه، فنالت حظها وكان لها شرف عظيم بان تأوي مجموعه من المجاهدين ومن الجرحى ومن اللاجئين، وتم احداث مركز للتدريب في بوصافي منطقه بوصافي كان فيه اللاجئون وكان فيه المجاهدون يتدربون، وقد جاء الى